يعرف الأصدقاء والشوارع. أنا أعتقد بأنه في بعض الأمور ما عندها علاقة مع الكيلومترات، وأنا أتوجه ربما ملاحظة للسعر اللي يسوي القبيلة، راه الحصاد ما فيهاش الكيلومترات، راه رقمنا الحالة المدنية اللي درنا السعر الله في البلدية الذي قال لي أحد العلماء السياسيين قال لي واسي الفقيه وهذيك الرقم ديال الحاله المدنيه اللي درتي وراه كاين في الجبل، كنقول له هذا عضو اقدح من زلطه، اذا درت في الجبل فكان من الاولى ندير في السخيرات هذه 15 20 عام حتى الاولى اللي درناها وماشي اللي درناها ابتداء من ذاك التاريخ اللي درناها وقت الدابه، راه جبنا لي ريجيستر ديال 96 لهنا من يامات حاج جلد الله يرحمه حاج طنجة جلد الله يرحمه وجبنا لي ريجيستر كاملين سكاناو ودرنا لهم سيستم لاباس الدولي ودرنا وعاودنا سيستم سيكيورتي باش داكشي يبقى محفوظ، واحد العمل معلوماتي تقني خطير جدا والحمد لله خدام هذا الانطقاء وربنا راي على المستوى الاقليمي ومن بعد بعض الجماعات الاخرين هذا راه قد مضى ما عندها علاقه معنا، يكفي انه يجي مواطن ويقول حياه اللي في حرف واحد الناس تخاطر عليها في المحاكم والان النظام المعلوماتي اللي درنا السرعه فيابيليتي وال ما بقاش داك والمصداق وما كنعطيوش غير عقد الزياده ولا شهاده الوفاه، جميع الوثائق الاداريه المتعلقه بالحاله المدنيه هذا ماشي مكسب، هذا ماشي مكسب، خصني حتى نقول انا 100 كيلومتر 200 كيلومتر ورغم ذلك انا نهضر على الكيلومترات. ما ننجزه الان عن طريق العمران في عين حياه واحد وعين حياه جوج والذي كانت عمران ملزمة أنها الدراع ماشي دابا أنها الدراع حين يتم الشغل من الأراضي والبناء من الأراضي واحد 70% من الساكنة على جبل عمرات 70% عين عتاس وشحال هذه عمرات علاش ما درتش العمران هذه 70 شحال علاش درت دابا أسيدي البلدي ما خلصت حتى درهم ولكن كان لنا الجرأة أن ديك العمران تهضر وجيت تجلس معايا وهذيك الفلوس ما كنسالهاش أنا كيسال المواطنين اللي ساكنين بعين حياة واحد، المواطنين اللي ساكنين بعين حياة جوج، هذاك قوم عليا نجري وأنني نقلب لهم على ذاك المشاريع بطبيعة الحال، تعاون مع جميع أعضاء المكسب، جميع الأعضاء السياسية، ودرناها عين حياة واحد عين حياة جوج 3.1 مليون ديال الدرهم، تبغى دير جميع الأصدقاء، غنقول لك ما كاينش مجال غالب المشاكل في الإنجاز، ولكن المشروع يتم إنجازه، اللي بغى يسعى يسعى، اللي ما بغاش يعمل له. يتم الانجاز وبالتدريب البلديه جرينا جبنا حق البلديه وحق المواطنين جبناه ونفتخر بذلك. عين حياه ثلاثه اول حي جديد جوج مليون ديال الدرهم الناس عين على الناس ديال الدوار فين كيعرفوا بانهم كانوا كيسالوا 1.2 مليون ديال الدرهم تم التزفيت ديال الشوارع ديال الحي الجديد وضفناها 800000 درهم اللي تم بها تبليط ديال ما تبقى من الاصدقاء ديال عين حياه ثلاثه. تقول لي هذا ماشي جلسه عندك ضروري تحت الخطرات شي بلايص بيضاء راه هضر على